أنا كنت حاسة إنه في شيء مو منيح رح يصير معنا بعد كل شيء صار معنا بالخطبة. فارشا، أنا شو قلت؟ ما حدا بهالبيت رح يحكي بالشي اللي صار ببيت أحمى أخوكي أجيت. بتذكر إني قلت هيك؟ افترضوا إنه هاليوم هاد مانو موجود بحياتنا أصلاً، تجاهلوا كل يلي صار اليوم. يمكن نسيتي انه بنتك متجوزة من عيلتنا. انت مفكرة انه انا ما بقدر اعمل شيء؟ مدام عم تقلعي جانا من هون، انا كمان رح اقلع مانو من البيت. حبيبتي عنهم لعن تيتي وجده. بفضل رفيقتي جانا يا أجيت قدرت أعرف نواياك على حقيقتك. ليش استكترتوا هالسعادة على ابني؟ بسببكم انتغى العرس. عملتي المستحيل مشان تلغي العرس، مو هيك صار؟ بس ابني لساته صغير وبكره رح يتجوز غيرة، وانتي انتي عم تكبري يوم عن يوم. ليش ما بتعرف فينو؟ أنا ليش عم أخذ إجازاتي؟ مو للروح اللي جايبوني بعطل ربوني؟ أنا كمان بدي أروح معكم، بس هلأ موضوع زواج أختي أهم من عطلتنا نحن بكتير. بتعرف صحيح، بس باين هالشي مو كتير مهم عندك. جانا مسؤولة عن كل شي صار، هي دمرت كل شي. صارت مشكلة بعلاقتي أنا وفينود لأول مرة، ما رح سامحها على شيء ابدا، رح خليها تدفع ثمن كل شيء مريت فيه انا هالايام. الناس كلها بتعرف هالشيء، شباب كثير رفضوا فكره انهم يرتبطوا ببنتك. ما حدا بيقبل يرتبط ببنتك وانت بتعرفي هالحكي هذا منيح. مشان هيك انتو بتضلوا بتترشوا، العرسان بتنتقموا وقت اللي بتفشل. وانتي بالذات بتعرفي مظبوط شو طلبتي مني اليوم مشان بنتك تتجوز وتلاقي عريس محترم. كل شي عم يرجع لطبيعته مثل ما كان. الحياة كل يوم عم تختبرها عن اليوم اللي قبله، بس هي ما بتشتكي أبدا. الحزن ما بيأثر عليها مهما صار، يا أما تعودت عليه وتعايشت معه. شو عم تحضري جانا؟ هاتي أنا بكمل. ماما تركي أنتي، بدي أعمل خبز محشي وخبز مرقت كمان، ارتاحي أنتي. أمي أنتي ما نمتي منيح؟ لا لا أنا منيحة. ماما طلعي فيني، شوفي عيونك صاروا حمر. ماما اغسلي وشك،
الكل رح يفيقوا بعد شوي. روحي يلا يلا روحي. منيح هيك ماما؟ أنا كنت غلطانة، المي ما بتغسل غير العيون، ما بتغسل الدموع. اهدي ماما، بس كل شي رح يتغير، خلص لا تبكي. الشاي يا بنتي، الشاي. ايه بابا، ليكني رح جيبه. ماما بكفي بكي هالقد، وإلا ما رح أقدر أعمل أي شي اليوم. أنا منيحة، رح سيطر على حالي. روحي يلا روحي روحي. أنا كتير آسفة مرت أخي. يلا يا روحي تعالي خلينا نروح على المدرسة. باي باي. مانو خلينا نروح رح نتأخر. باي حبيبتي. باي باي باي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.